نتكلم عن خبر آخر له علاقة بوزارة النقل. عقد دكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسع مع قيادات هيئة الطرق والكباري والشركات المنفذة لمتابعة معدلات التنفيذ في محاور النيل الجاري إنشائها بصعيد مصر. أوضح بيان لوزارة النقل في الأمس أن دكتور هشام عرفات أكد خلال الاجتماع أنه يتم حاليا تنفيذ 6 محاور كبرى على النيل في صعيد مصر: كلبشة، قوس، صملوط، ديروط، عدلي، منصور ودراو. أعلن أنه هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري والأنفاق بالإضافة إلى أعمال الطرق بتساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، توفر أيضا الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل. نوه إلى أنه وجود اهتمام خاص بتنمية الصعيد، وتم وضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة للطرق والمحاور الجديدة في الصعيد بتساهم في ربط كل التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة، وأيضا ربط شرق وغرب النيل. هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد. طبعا الوزير أيضا تابع معدلات التنفيذ في كل مشروع تفصيليا، وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وأنه بتتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالمية، وأنه بيتم تكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة، وبيتم موافاته بتقارير أسبوعية عن هذا. وأشار إلى قيام وحدات متابعة المشروعات في الوزارة خلال الفترة القادمة بجولات مفاجأة لمتابعة سير الأعمال، وده بالإضافة لجولات وزير النقل الدورية لمتابعة معدلات التنفيذ. الجدير بالذكر أنه محور كوبري كلبشة على النيل شمال محافظة أسوان يبلغ طوله 23 كيلومتر وعرضه 21 متر، بتبلغ تكلفته الإجمالية 655 مليون جنيه، وبيشمل عدد من الأعمال الصناعية بتبلغ 10 كباري كوبري النيل و9 كباري علوية، ده بالإضافة لعدد 6 أنفاق، وبيبدأ عند التقاطع مع الطريق الصحراوي الغربي وبينتهي عند التقاطع مع الطريق الزراعي الشرقي اللي هو مدخل شرق النيل من الطريق الزراعي إلى الطريق الزراعي الشرقي بطول 7 كيلومتر مدخل، وأيضا مدخل غرب النيل من الطريق الصحراوي الغربي للطريق الزراعي الغربي بطول 16 كيلومتر، ومخطط الانتهاء من هذا المشروع الحيوي في 30/6/2019. أما مشروع محور رنقادة قوس بيربط ما بين شرق المحافظة في وغربها، وده من خلال كوبري على النيل عند مدينة قوس، بيبلغ تكلفته الإجمالية 1,200,000,000 مليون جنيه. بيمتد الطريق إلى الطريق الصحراوي الشرقي من خلال 8 كباري و6 أنفاق لتسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل. أيضا بيمتد إلى الطريق الصحراوي الغربي من خلال 5 كباري ونفقين بطول إجمالي للمحور 19 كيلومتر. وزير النقل أيضا أوضح أنه هذا المحور سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط طبعا شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة لتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، وهناك بيوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية أيضا في هذه المنطقة، وكذلك أيضا الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية واللي بتقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس. فيما يتعلق بإنشاء محور ديروط على النيل، بدأ العمل في تنفيذ وثيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور، واللي بيبلغ طولها 15.6 كيلومتر وعرضها 21 متر. التكلفة الإجمالية ليه بتبلغ 1,700,000,000 جنيه، وسيساهم هذا المحور في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي، وأيضا الحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة على النيل أيضا، واللي بتقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل. بيتكون المحور من 5 كباري و7 أنفاق، منهم كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول حوالي 630 متر أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية. يبلغ مدة المشروع حوالي 36 شهر.
المشروع الآخر اللي هو محور الصملوط على النيل في محافظة المنيا بيربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، بيبلغ طوله 24 كيلومتر وعرضه 21 متر بتكلفة 1,449,000,000 جنيه. يتكون من كوبري نيل وكوبري سكة حديد وكوبري فوق ترعة الأهرامية وأيضا 29 كوبري علوي و16 نفق وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كيلومتر. أيضا سيتم تنفيذ محور ديروط على النيل في محافظة أسيوط واللي بيربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي وبيبلغ طوله 30 كيلومتر وعرضه 21 متر بتكلفة 1,700,000,000 جنيه. ده بالإضافة لمحور دراو على النيل في محافظة أسوان بيربط بين الطريق الزراعي الشرقي القاهرة أسوان في الطريق الصحراوي الغربي أيضا القاهرة أسوان وبيبلغ طوله حوالي 18 كيلومتر وعرضه حوالي 21 متر، تكلفة إنشاؤه حوالي 1,356,000,000 جنيه. ده بالإضافة لمحور عدلي منصور، محور عدلي منصور في محافظة بني سويف طوله حوالي 4.5 كيلومتر، تكلفته حوالي 800,000,000 جنيه وتم تقسيمه لثلاث قطاعات لسرعة الإنجاز. هنشوف مع بعض تقرير دلوقتي عن عدد من مشروعات الطرق المختلفة اللي بيتم تنفيذها ونرجع مرة تانية نكمل فقرات. إنما يقاس تقدم الأمم بقدرتها على تحقيق أعلى معدلات التنمية، ولا تحقق التنمية أهدافها أو تؤتي ثمارها دون نهضة شاملة في مجال الطرق. من هنا أدركت مصر أن السبيل نحو نهضتها الاقتصادية يبدأ بتطوير شبكة الطرق وبخطوات تسابق الزمن. تواصل العمل على مدار 4 سنوات لإحداث نقلة حضارية على أرض الوطن تعيد رسم خريطة النقل والمواصلات وتفتح مزيدا من الآفاق الاستثمارية لترسم لنا طريقا للأمل، طريقا للعمل، طريقا للمستقبل. الدول اللي بتسعى للتقدم والازدهار بتفتح شرايين في أراضيها بتتمثل في الطرق والاستثمار حول هذه الطرق. ما كانش برضه في خيار تاني غير ان احنا ندخل في برنامج ضخم جدا لإقامة شبكة طرق قومية، ربط الدولة ببعضها ببعض. ومن جديد تنجح مصر في تنفيذ رؤية القيادة السياسية عبر مشروع الشبكة القومية للطرق، ويتحقق الحلم بإنشاء أكبر وأطول شبكة من الطرق السريعة والمدعومة بأحدث المنظومات وأكثرها تطوراً في مجال الكباري والأنفاق. إنجاز وطني خلاق يربط كافة محافظات الجمهورية ويسهم في خلق المئات من المجتمعات العمرانية الجديدة. وهكذا تم إنشاء الطريق الدائري الإقليمي والذي ساهم في إنشائه كل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل، والتي قامت بإنشاء القوس الشمالي الغربي، لينتهي بذلك العمل في هذا الطريق بطول 57 كيلومترا وعرض 42 مترا ويضم 4 حارات مرورية بكل اتجاه. وبهذا يكون الطريق الدائري الإقليمي قد اكتمل بطول 400 كيلومتر. شريان جديد يعزز الفرص الاستثمارية ويربط محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية ويخفف الكثافة المرورية على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. محور الخطبة أول محور يتم تنفيذه على النيل في أقل من عامين بطول 7200 متر وعرض 42 مترا وتقدر حمولته التصميمية ب 120 طنا، ويتضمن منظومة كباري علوية أكبرها فوق فرع رشيد بارتفاع 12 مترا وعدد 2 رياح، بالإضافة إلى خط سكة حديد القاهرة المناشي. وبهذا
يكون المحور أحد أهم الأعمال الإنشائية في مجال الكباري والأنفاق. إلى تقاطع طريق الباجور شبين مع الطريق الدائري الإقليمي والذي يشمل 8 مطالع ومنازل، تحقق الربط الكامل والسيولة المرورية من مدينة الباجور بمحافظة المنوفية إلى طريقي الإسكندرية الزراعي والصحراوي. وننتقل إلى تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنها لتحقيق الربط الكامل بين الطريقين وحل مشكلة الاختناق المروري في هذه المنطقة. بطول 5450 مترا وعرض 42 مترا بأربع حارات لكل اتجاه إلى قلب الصعيد، وتحديدا في محافظة سوهاج نمضي قدما على محور طمع فوق نهر النيل بطول 6610 أمتار وعرض 21 مترا مع حارتين مروريتين بكل اتجاه لتحقيق الربط الكامل من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي. أمل جديد على طريق تنمية الصعيد. وفي محافظة قنا تم إنشاء كبري مدينة قوس بطول 985 مترا وعرض 15 مترا، ويسهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند تقاطع الطريق مع مزلقان السكة الحديد، كما يربط شرق مدينة قوس بغربها. ونأتي إلى كبري بلطيم العلوي على الطريق الدولي الساحلي بطول 750 مترا وعرض 22 مترا، ويسهم في القضاء على مشكلة الاختناقات في التقاطعات المرورية أمام مدينة بلطيم. وعلى تقاطع محور التعمير مع طريق برج العرب سيدي كرير نمضي فوق كبري برج العرب بطول 1370 مترا تشتمل على المطالع والمنازل مع أربع حارات لكل اتجاه. وفي إطار دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمساهمة في إحداث نقلة نوعية، تعيد رسم الخريطة التنموية عبر المشروع القومي للطرق. نفذت الهيئة العديد من المشروعات، منها الطريق الدائري الأوسطي، محور مروري جديد حول مدينة القاهرة يمتد من طريق القاهرة بالبيس وحتى محور الضبعة بإجمالي 147 كيلومترا للربط بين المدن الجديدة العبور، الشروق، المستقبل، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، العاصمة الإدارية. وقد تم الانتهاء من 28 كيلومترا في المسافة من طريق القاهرة بالبيس الصحراوي وحتى طريق القاهرة السويس، والطريق بعرض 94 مترا وخمس حارات مرورية وثلاث حارات طريق خدمة. كبري تقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بطول 570 مترا وعرض 100 متر لخدمة القادم من القاهرة والإسماعيلية، ويضم 8 حارات لكل اتجاه مع دوائر مرورية بإجمالي أطوال 2250 مترا وعرض 14 مترا. كبري تقاطع الدائري الأوسطي مع طريق القاهرة السويس بطول 120 مترا وعرض 80 مترا لخدمة القادم من القاهرة والسويس. نفق المستقبل، ويربط مدينتي المستقبل والشروق بالطريق الدائري الأوسطي بطول 105 أمتار وعرض 45 مترا باتجاهين وثلاث حارات لكل اتجاه مع 4 دوائر مرورية بطول 2200 متر وعرض 10 أمتار. ووصلت الهيئة الهندسية إسهامها في مخطط التنمية لشرق القاهرة بإنشاء طريق موازن جنوب محور المشير طنطاوي، وذلك بطول 5 كيلومترات وبعرض 12 إلى 20 مترا ليخدم المترددين على مركز المنارة للمعارض الدولية إلى عروس البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية، حيث يتواصل العطاء بتطوير الطريق الدائري بالإسكندرية كارفور أبيس بطول 10 كيلومترات وعرض 28 مترا ليصبح 3 بكل اتجاه، ويربط طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطريق الإسكندرية الزراعي. كما تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 كبري خرساني لربط الطريق الدولي الساحلي بمحور التعمير ومدينة برج العرب، مع إنشاء تقاطع حر على الطريق الدولي للحد من الحوادث وتحقيق السيولة المرورية. فكانت كباري سيدي كرير الجديدة قيمة مضافة لما قدمته الهيئة الهندسية من مشروعات وإنجازات. كبري شركة الزيوت بمنطقة الماكس بالإسكندرية بطول 110 أمتار وعرض 10 أمتار
وارتفاع 5 أمتار. يصل إجمالي وزن الكوبري 500 طن ويسهم في خدمة نقل الخامات من شركات تكرير البترول إلى ميناء الإسكندرية إلى محافظة الإسماعيلية، حيث تم الانتهاء من إنشاء كوبري الفردان الشمالي ضمن خطة تطوير طريق الإسماعيلية بورسعيد بطول 840 متراً وعرض 10 أمتار. وتستمر التحديات ويثبت الرجال قدرتهم على تحقيق الإنجازات. بإنشاء الطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول 12 كيلو متراً وعرض 30 متراً ليشمل 4 حارات مرورية وحارتي خدمة ومسار للدراجات ورصيف للمشاة، بالإضافة إلى منظومة كباري بنظام الأجسام المعدنية. طرق واعدة تمتد وتتوسع لتحيط مصر بهالة من نور المستقبل. طرق مبتلة بعرق رجال يفتتون الأحجار لمدها، فلا يوقفها عائق ولا أي صعاب ليحصد ثمارها المصريون وتبقى علامة مضيئة لطريق المستقبل.